هتكلم النهاردة عن التريازول. ده edited by جروب، الكود بتاعه MAA7. don't forget always safety comes first. معانا الانترودكشن للانهيتيرو سايكل، ليها بيولوجيكال اكتيفيتيز، وبالتالي اقدر استخدم الدازول والتريازول كفانجي سايد اكتيفيتيز، وليها كذا ريبورت واكد انها بتستخدم في الصناعه وبتستخدم في الزراعه. واقدر استخدم التريازول كانتي فانجل اكتيفيتيز وكمان انتي كانسر. البيرازول ده عباره عن 5 ممبر تريازول هيترو سايكل، وكمان اكي سبستراكشر ان ميني دراجز واند بيستيسايدز كمبيد حشري لكثير منها. السيمبل اكويشن معايا، اول حاجه معايا اسايل اسيتو اسيتات، ومعايا هحط له اسايل اورثو فورميت في الاسيتك انهيدرايد واعمل ريفلكس، هيديني واحد من خلال انها تهاجم في الكربونه بين اتنين كربونيل. وبعدين احط ميثايل هيدرازين في الايثانول واعمل في الروم تمبريتشر، فالاثنين نيتروجين هيكونوا مع بعض حلقة ويتكون رقم 2. انا لو حطيت هيدرازين هيقدر يطلع الاو اي تي ويدخل ان اتش ان اتش 2. طيب انا لو حطيت الفينايل ان سي اس في الايثانول هيكمل على رقم 3، وبالتالي هتكون بعد رقم 3 الان اتش هتبقى سي دبل بوند اس معاها الان اتش والفينايل. انا لو حطيت ميه في الاو اتش وعملت هيدروليسيس، الثلاثة نيتروجين اللي في رقم 4 يقدر يكون حلقة، وبالتالي هيتكون كده التريازول. انا ممكن استبدل الاس اتش اللي في رقم 5 بان انا احط ار اكس، وبالتالي هتطلع الاتش ويكون مكانها ار. ده السيمبل ايكويشن. طيب مع بعض كده البروسيجر، هجيب بيكر وهحط فيه 10 ملي من 1.3 دايميثايل، 1 هيبرازول، 4 كربوهيدرازايد، واحط 10 ملي من الايزو سيانيد بنزين، واحط 10 ملي ايثانول. بعد ما احطهم اعمل ريفلكس لمده 5 ساعات واسيبها تبرد في الروم تمبريتشر، واعمل فلتر. اللون اللي هيطلع معايا خلي اتاكد ان البرودكت صح، اللون هيبقى وايت كريستال ولوبتيند. طيب انا الانترميديت رقم 5 هحضره ازاي؟ بان انا اجيب بيكر، هجيب 10 ملي من الانترميديت 4 اللي انا حضرته، وهحط 2 نورماليتي يعني بنسبه 15 ملي ان او اتش، واعمل ريفلكس لمدة 4 ساعات في ال واعمل كولينج في الروم تمبريتشر لمدة. بعد الكولينج هحط 4 نورماليتي يعني 15 ملي اتش سي ال، واعمل فلتر وايت كريستال اوبتين برضه وايت. طيب تريازول دريفاتيف، هحط 5 ملي من انترميديت رقم 5 اللي حضرته، واحط 2.1 جرام بوتاسيوم كربونيل، و15 ملي من دي ام اف اللي هو دايميثايل فيوراز، و5 ملي مول من البنزايل كلورايد. هحرك بعد ما اخلص هحرك في الروم تمبريتشر، وهكبها على ميه، وبكده اقدر افلتر واكون حصلت على التريازول. البرودكت اللي هيطلع معايا بالشكل اللي قدامي، التسمية الأيوباك بتاعته 4 و5، 1 و3 دايميثايل، 1 اتش بيرازول، 4 ايل، 4 فينايل، 4 اتش، 1 و2 و4 تريازول، 3 ايل، سايو ميثايل بنزونيتري. طيب انا لو اتكلمت على البرودكت معلومات اللي هيطلع معايا، الكلر المفروض وايت كريستال، الميلتنج بوينت هتبقى من 108 لـ 109، اليلد هيبقى 59.1%، البيولوجيكال هستخدمه كانتي فانجل، انتي بكتيريال، انتي انفلاماتوري، وبستيسايدس. طيب ده الريفرنس. اهم حاجه بس ان انا استخدمت الساين فايندر، عملت سيرش عن تريازول وطلع لي البيبر دي، عملت لها جوجل على عملت لها كوبي بيست على جوجل، وبالتالي خدت البيبر دي ولخصتها كده. نقدر نقول finished. شكرا.